نحكي فيها عن الشباب اليوم يلي مختصين بسوق العمل ويلي بينموا هذا الشيء عندهم من خلال أكاديمية أو من خلال الجانب العملي يلي موجود بكل جامعة اليوم، وهذا الجانب يلي بيشكل مساحة كتير كبيرة للشباب بالمجال الأكاديمي ولمعايشة الواقع المهني للاختصاص. واليوم صرنا بزمن صار هذا الاختصاص والخبرة مطلب أساسي حتى يقدر الشخص يكون أكثر مهنية بسوق العمل. أكيد عفاف، موضوعنا اليوم بهم كل الصبايا والشباب يلي عم يتهيئوا لسوق العمل. لابد أنه الجانب النظري يكون مهم، ولكن الجانب العملي هو الأهم لحتى نطبق هاي المعلومات يلي تعلمناها على أرض الواقع. اليوم كيف نهيئ أنفسنا لسوق العمل؟ شو هي المهارات اللي لازم تكون موجودة عنا؟ وكيف ممكن نستثمر الجانب العملي بالاختصاص الجامعي بشكل مفيد؟ تفاصيل كثيرة ومهمة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الأستاذ سليم الكسم، مدرب تنمية بشرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك ونسعد صباحكم يا أستاذ. وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف على أهمية الجانب العملي اللي ممكن اليوم ببداية الاختصاصات الجامعية شوية طلاب يتأففوا منه. خلينا نحكي عن أهمية هالشيء. هلا أول شغلة كتير سائع بين الكل إنه الجانب الأكاديمي أو غير الجانب المهني والجامعة غير سوق العمل. تمام. وكتير بيقول لك أنا تخرجت وبعدين بدهم خبرة. تمام. مين قال لك إنه الجامعة ما بتبني خبرة؟ تمام. هي أكثر مشكلة بطريقة تفكير الطالب تجاه جامعته، تجاه التخصص تبعه. طبعا إذا جينا لكل الاختصاصات، وهلا حضرب أمثلة عن تخصصات، الفكرة الأساسية بالجامعة أنك تنجح بالاختصاص، مو بس أنك تأخذ شهادة. كتير بيقدموا موادهم، بيقدموا الجانب العملي، بيكون عندهم استاجات، بيكون عندهم مخابر، بيكون عندهم عملي. طيب بيقدموها كأنه هن بس لازم ينجحوا. تمام. بس لازم يتخرجوا ويجيبوا العلامة، بس ما بيقدموها على أنها هي خبرة وهي جزء من الخبرة. يعني كتير بتلاقي حتى طلاب بس أنا عم يدرسوا تسويق، طب مطلوب أنك بالتسويق أنك تكتب خطة تسويقية لمنتج معين. هي الخطة التسويقية بتعرف أنه هذا بالسوق حقه كتير مصاري، وهي خبرة حقيقية. الطالب للأسف أحيانا بيساوي، أحيانا مو بس هيك، بينزل على السوق بيشتري واحدة جاهزة مشان أو بيحمل واحدة جاهزة من النت، بيعدل عليها شوي، بغير التنسيق وبيسلمها. أنت هون لو نجحت بالمادة ولو تخرجت ولو أخذت شهادة، أنت ما بتعرف شو يعني اختصاصك. تماما. رح تتفاجأ بعدين لما تفوت على سوق العمل يقولوا لك أنت طيب وين خبرتك؟ مين قال إنه أنت ما كان في عندك خبرة؟ تمام. وكثير أشياء لازم تكون موثقها لما توصل على سوق العمل، أنت جاهز وبيكون عندك فرصة. أكثر من هيك، إذا كنت عم تشتغل صح على خبرتك واختصاصك بقلب سنوات الدراسة، عم تسوق حالك صح، أنت يمكن تلاقي فرصة عمل من السنة الأولى والثانية والثالثة. وكثير ناس أصلاً ما عاد في داعي يتخرج. تمام. طبعاً هل الشهادة مو مهمة؟ لا، الشهادة كتير مهمة. الشهادة بتعطيك مصداقية، تفتح لك كتير أبواب، تعطيك بعد قانوني، فيك تفتح مشروعك الخاص. بس برجع بقول الشهادة دون خبرة شيء مفرغ من المحتوى. طبعاً إذا رحنا لكل الاختصاصات، كتير ناخد طبعاً معظم الاختصاصات السنوات الأخيرة فيها رابعة أو خامسة، حتى بالمعاهد. المعاهد طبعاً كله اختصاص. إذا أخذنا المعاهد بتلاقي بالمعهد كل فصل عندهم مشروع تخرج. فرضاً طلاب المعلوماتية، طلاب أي معلوماتية سواء معاهد أو جامعات، أنتوا اللي تخرجتوا، أنتوا سويتوا أكثر من موقع وأكثر من برنامج. طب وين هدول البرامج؟ أي حدا بيفوت على مقابلة عمل أول شيء بيسألك يا مو قديش معدلك بالجامعة، حتى مو متخرج جامعة ولا لا، اليوم بيسألك عطيني بروجكت كامل، مشروع متكامل، عطيني موقع أنت صممته. أنت مو بتصمم مواقع؟ عطيني موقع صممته. أنت بالجامعة صممت مواقع، بس للأسف صممتها مشان تأخذ العلامة. لا تصممها مشان تأخذ العلامة، صممها كرمال تكون هي جزء من بروفايلك، هي تسوقك صح. كتير مثلا ناخذ فرضا بكلية طب الأسنان، ما بيتخرج طالب طب الأسنان إلا للسنة الرابعة والخامسة، هي السنوات السريرية، فبده يكون عنده مرضى ويشتغل لهم حالات. طب لا تشتغل الحالة مشان تسلمها وبس. طبعا حيقول لي الطالب عجقة ونحن بنستنى، إيه أكيد، بس حاول حالتك توثقها قبل، توثقها بعد، تاخذ مريضك شوي دقيقه تصوره قبل وتصوره بعد. لما تفوت لعند الدكتور على المقابله بيكون معك 6-7 حالات انت شاغلهم، واحيانا في حالات عم تنشغل من طلاب، حالات عظيمه. حتى بتلاقي دكاتره متخرج وصل له 5-6 سنين ما له موثق حالاته، ما له مسوق حاله صح، ما له مقدم حاله كخبره. هاي كثير عم نشوفها تماما. انه انت ما عم لاقي فرصه عمل، مشان الله دوروا لي على فرصه عمل، وانا دكتور عم بشتغل كاشير بمطعم. طبيعي انت ما عم تسوق حالك كدكتور. انا والله تخرجت جيولوجيا. طيب انت كجيولوجيا
بالجيولوجيا مثلا بيطلعوا معسكرات، بتروحوا رحل، يعني عندنا بالجامعه دمشق بيطلعوا رحل على ابار نفط، ففي ممكن طالب ياخذ معلومه معينه يتوظف براتب وبراتب فلكي. الراتب الفلكي هذا تامل له من خلال شغلتين. اول شغله هو ما راح قدم الماده او قدم قسم العملي لحتى يتخرج وياخذ علامته، بس راح ياخذ خبره حقيقيه. وحقيقه نجحت ولا رسبت هو موضوع مختلف تماما. طبعا غالبا بس تتعلم لتتعلم بتلاقي حالك النجاح صار تحصيل حاصل وشغله كثير سهله، بس كثير طلاب بيقول لك علامتي انا كثير، وحتى بنشوفها بالجامعات تلاقي علاماته متدنيه، بس هو فاهم كثير باختصاصه، بيخلص بتلاقي عم يدرس الطلاب وعم يجيبوا علامات اعلى من اللي يدرسهم. طب كيف انتم هذا اللي عم يصير؟ النقطه الاساسيه والمحوريه انه انا ما اشوف سنوات الجامعه فقط علامات، ما اروح اخذ الجامعه وبس. اهم شغله يعرفوها الناس انه اكثر مجتمع مع بعضه باختصاص معين هو طلاب الجامعه، اكثر مجتمع اطباء هو دفعتك بالطب، اكثر مجتمع هو بالهندسه هو دفعتك بالهندسه. طبعا اذا عددنا كل الاختصاصات حتى التربيه، مثلا بالتربيه طلاب التربيه بينزلوا استاجات على المدارس وبيعملوا مثل بيقولوا صف نموذجي. طب يا انسه صوري هذا الصف، وثقي هي العمليه، اكتبي اللي ساويتي، انا عم شارك الحلقه مع العالم فعم يبعثوا لي خبراتهم. فصبيه من الصبايا بعثت لي امبارح انه استاذ انا حابب اشاركك خبرتي، انه انا بالسنه الاولى اشتغلت موادهم بالجامعه التربيه، معلم صف تربيه خاصه، فعملت حلقه بحث عن الغضب، حلقه بحث عن سلوكيات الاطفال. قال السنه الاولى انا ما صار عندي ظرف فرسبت، ففضيت بالسنه الثانيه، فبلشت اتجه اللي ساويتهم بالجامعه ساويهم اكثر، وعملت دوره بسيطه، يعني عملت دوره مونتيسوري تمام، ففورا المدارس صاروا مثل ما بيقولوا يتلقفوها وتدرس عندهم واعلى. وهلا طبعا عم تكمل جامعه. للاسف نحن عندنا المشكله انه صايرين عكس عكاس، انه يا اكاديمي يا عملي. مين قال انه العملي وقمه العملي مو موجود بالاكاديمي؟ وانجح المدربين بسوق العمل، انجح المدربين بالدورات، انا موجود بسوق الدورات، انجح المدربين على الاطلاق هن الاساتذه جامعيين بس عندهم خبره عمليه. تمام، فالفكره انه ما تكون القصه خناقه بين التنتين، تكون هي هون وهون. تمام استاذ، يعني من خلال حديثك بنعرف انه الجانب العملي شيء كثير ضروري اليوم لطلاب الجامعات. طبعا، ولكن عم نشوف لحد هي اللحظه الاهمال عم بيكون موجود تحت حجه انه انا هذا الشيء شو رح يفيدني بسوق العمل. طيب اليوم سوق العمل اذا دخلنا اكثر بالموضوع، بيطلبوا اي شركه او مؤسسه بتقول لك انا بدي خبره، وهي الخبره لمده كم سنه. طيب الطالب اليوم لما يتخرج من الجامعه بيعاني كثير من هي القصه، انا كيف بدي كون خبره لحالي؟ حقيقة السنوات الأخيرة أو سنوات الدراسة الجامعية هي سنوات خبرة. برجع بقول إذا كنت مقضيهم بحيث أنك أنت شو تساوي؟ تأخذ خبرة فيهم. تأخذ طلاب الإعلام، طالب الإعلام ما بيتخرج إلا ليكون عنده تقرير واثنين وثلاثة، وينزل يعمل تغطية ويعمل تقرير صحفي وأحيانا يعمل دوبلاج. طب بتسألي متى ما تخرج وين هذا البروفايل تبعك؟ وين هدول؟ والله أنا ساويتهم للجامعة ما احتفظت فيهم. ليه ما احتفظت فيهم؟ هدول خبرة. كتير مهم اليوم بسوق العمل مشان يعرفوا الناس، كثير مهم انا اسوق ذاتي. مثال كثير بسيط، انت متى ما طبعا كثير الطالب خاصه طلاب السنه الاولى في مؤشر كثير حلو ينتقدون الناس لحتى صار مثل معيب، انه اول ما بتفوت على الجامعه الله يرضى عليك ما تحط انه انا المهندس فلان، مو اول ما طلع لك طب تحطي دكتور فلان، طولي بالك بس شوي. لا، متى ما حطيت لازم تكملها. شو يعني؟ انت اليوم عم تدرسي كيمياء، صوري حالك بالمخابر، صوري بالكيمياء عم يدرسوكي كل الصوابين وكل الكريمات وكل القصص الموجوده، وجاهزه انت تفوتي سوق عمل وجاهزه تفتحي مشروع كامل. هذاك اليوم عم بتفاجئ مثلا شباب بمعهد معهد صناعات كيميائيه عندنا انه منتجاتهم حقيقه مخيفه، كل شيء منتجات كيميائيه بيتعلموها وبيصنعوها وجاهزين يفتحوا مشاريع وبيفتحوا بازارات، وعن جد عم يفتحوا بازارات. طيب الفكره وين؟ انت بقلب الجامعه بلش سوق حالك، بروفايل صورتك على الفيس شو هي؟ تمام؟ فلازم تكون صورتك على الفيس تعبر عن اختصاصك، واحد. اثنين، انت لازم تبلش هذا المجتمع تبع الجامعه هن معظمهم رفقاتك، فمعظمهم فيك تفتح بكره مشروع معهم، هن اما احسن منك فهن صاروا موردين، او هن اقل منك فهن صاروا موظفين عندك بمشروعك، او هن منافسين او عملاء محتملين، يعني هن كرفقاتك. طبعا هذا الكلام باي اختصاص، اذا اخذنا مثلا هندسه المدنيه وهندسه العماره. انت كطالب
طيب عندك الافان وعندك المتر وعندك عم تساوي بوستر وعم تساوي ماكيت وعم تشتغل شغل مرتب، هذا الشغل متى ما خلص وين عم يروح؟ للاسف بخلص نقاش الطالب وبيزته. هذا خبره يا جماعه، هذا كثير مهم. صور حالك بهي النقاش وانشره على الفيس، هذا شيء حيسوق لك، هذا حيعطيك فرص عمل كثير كبيره. واحد اثنين، هذا فيك تحكي عنه خبره حتى اذا طلعت لبرا. طبعا الشباب اللي طلعوا لبرا بيعرفوا خصوصي بموضوع كثير مشهور، موضوع الطب، انه انت بالطب برا بتضل سنوات لحتى يفوتوك بس على غرفه العمليات. انت هون بالسنوات التخصص الاولى بالجراحه بتفوت وبتعمل عمليات جراحه. صحيح. فاذا كنت موثق هذا الموضوع بتقرير من المشفى، موثقه بصور، موثقه بكذا، تطلع لهنيك مباشره تشتغل. ومو بس تشتغل، يعني هن بدهم اياك وقاتلين حالهم عليك، انت عندك خبره. كيف بيعرفوا انه عندك خبره؟ اول وحده بالتصوير، اثنين بالتوثيق، ثلاثه يعني بصراحه بالتسويق الذات. فاستخدموا كل شيء مهني عندكم، كل شيء عملي حتى تسوقوا ذاتكم. المعارض اللي بتصير، كليه الهمك كل سنه بتساوي معرض حقيقه خرافي، بتفوتي بتلاقي شيء عظيم جدا 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 يعني كعتاد، شيء مرتب كثير وشغلات كثير فيها فكر. بس للاسف في كثير طلاب يشتغل ليعرض المعرض وياخذ العلامه والسلام عليكم. تماما. ليش هيك؟ مين هيك قال؟ في كثير طلاب اليوم استاذ عم ينظروا للجانب العملي لاي اختصاص جامعي على انه هو مجرد ماده ومعدل. هون نعم. شو السبب وعلى مين الحق بهي القصه؟ وكيف ممكن انه نحن هون نصوب الخطا على مين؟ يعني هي ممكن تكون عن جد جريمه، يعني انه انا عندي مواهب وعندي نعم. شيء ممكن استثمره بس ما حدا عم يساعدني فيه وما حدا عم يقول لي انه انت لازم تركز على الجانب العملي. الخطأ ما فينا نقول لواحد، الخطأ مشترك. أول شغلة هو الثيم العام، فكرة أكاديمي وعملي. مين قال إنه أصلاً يعني الجامعات، تعالوا نرجع لأصل الجامعات كيف تشكلت؟ أصلاً واحد مثل بيقولوا كان خبير بسوق العمل وهو شكل هذا المنهاج، فالجامعات تشكلت من سوق العمل، فالاثنين هن واحد عملياً. هلأ المشكلة الكبرى ببعض الدكاترة ممكن يكون بالنسبة له النظري غير العملي أخي، وبكرة بسوق العمل غير. مين قال لك يا دكتور؟ لا، انت اليوم عم تدرب سوق العمل وانت اساس سوق العمل. واكثر من هيك، مثلا ناخذ مثلا بالميكانيك، الميكانيك العام بالسوق بيطول مثل بيقولوا الشغيل بده 10 15 سنه ليعلموه يشتغل مسنن وحسابات مسنن. طالب السنوات الاولى بيحسب مسنن وبيعلموه شلون المسنن، تمام؟ فهي المعلومه حقها كثير غالي بسوق العمل وحقها كثير مصاري. انت كدكتور انت المعلومه الاكاديميه حقها كثير غالي، بس للاسف في مين درس وما نزل على سوق العمل، درس ونجح بالدراسة وجاب معدل وجاب معدل المعدل ودرس فضل أكاديمي، فما عنده هي الخبرة العملية. طيب ممكن استاذ يكون الحق على الدكتور انه هو قصة بخل بمعلوماته، ما بدي انا اعطي خبرتي. حقيقة بالعكس، حقيقة بالعكس، اكثر ناس سخيين بالمعلومة هن دكاترة الجامعة، وابخل ناس بالمعلومة هن اهل سوق العمل، لانه اسفي بيعرفوا حق المعلومة. تمام. بيعرفوا حق المعلومة، ممكن معلومة بسيطة. يعني هداك اليوم حضرب مثال، كنا قاعدين فأنا صبية ورجتني مطلوب منها حلقة بحث عن طالبة افتراضية سنة تانية، مطلوب منها بحث خطة تسويقية متكاملة، تمام، باستخدام سوات وبيستول على أنه إطلاق منتج. أنا كنت قبل بساعتين قاعد مع حدا اخذ نفس البحث بس لسوق عمل، يعني لمنتج حقيقي، تمام، نفس الطلب تماما، اخذ حقه 4 مليون ليره، نفس الورقات نفس الترتيب، بس الطالب شو عم يشوفها؟ علامه، ما عم يشوفها خبره سوق عمل. فاي في حق على الدكتور بس مو الحق الكامل على الدكتور. تمام. في حق على سوق العمل وفي حق على ناس ساووا التدريب تجاره فحاولوا يشقوا القصه اكثر مشان هو يستفاد ويقول لطالب الاكاديمي تعال انا بعطيك الخبره العمليه. لا، القصه متكامله بصراحه، والحق على الكل، حق الطالب وذهنيته. تمام. والحق على الدكتور والحق لسوق العمل. تمام. استاذ سليم، خلينا نحكي عن موضوع كثير شائع، بنسمع انه نسبه كثير من الطلاب الجامعات خلال دراستهم بالسنوات الاولى او الثانيه بيلجؤوا للشغل. نعم. يعني بتلاقي منهم بيقولوا لك انه لا انا بدي ركز على دراستي وعلى المعدل، وبنفس الوقت الاشخاص الثانيه عم تشتغل ربما. نعم. باختصاصها او ربما بغير، ربما تدريب او تطوع. برايك هل هذا الشيء صحيح اليوم الواحد يشتغل ضمن المرحله الدراسيه؟ 100% صحيح. ولا انصح حدا ولو كان قد ما كان
كان مرتاح ماديا ما يشتغل بسوق العمل، سواء باختصاصه او مو باختصاصه. مهمه للخبره هي الشغله؟ طبعا مو مهمه للخبره، هي اللي بتصنع الخبره. تمام. لانه اول شيء بسوق العمل في مهاره التواصل، في مهاره المدير والاداره اتعامل انا مع زملائي سواء كان باختصاصي او لا، فكل شيء هي مهارات كسوفت سكيلز، كمهارات ناعمه نحن بنسميها. هي المهارات هي شيء اساسي بصناعه الخبره. هلا الافضل بسنوات الاخيره اللي هن الاختصاص الرابعه والخامسه يحاول يشتغل باختصاصه، بس ما بيوصل ليشتغل باختصاصه الا اذا كان شاغل بالسنوات الاولى شغلات عامه. يعني دكتور معدله رهيب بس حيفوت وكثير بيفهم، وهذا كثير شائع، بتلاقي دكتور مثل بنقول نحن خاتمه كطب بس تواصليا سيء جدا بشرح الحاله، المريض اسف ما حيكمل عنده لانه ما عرف يشرح صح. والعكس بالعكس، بتلاقي دكتور معدله متواضع بس قادر تواصله جيد، وكان عم يشتغل بالسنه الاولى كاشير بمطعم فتعلم الاخذ والعطاء مثل ما بنقول، تعلم البيع والشراء، تعلم التسويق، تعلم شويه اداره، تعلم شويه اداره مهارات ماليه، فبيبلش يقدر يدير مشروعه. فانصح كل طالب ينزل على سوق العمل بوقته الفاضي وما في خناقه بيناتهم، واكثر من هيك طول بالك حتنجح حتنجح. ولو ما كملت، يعني في هيك معلومة صادمة انه الجامعة لو ما كان كل سنة بسنة عادي الله وكيلك ما حتفرق معك بسوق العمل. استاذ اهم النصائح اليوم معلش باخر دقيقة من وقتنا لكل الشباب الاكاديمي اليوم، كيف ممكن يسوقوا لنفسهم بطريقة صحيحة ويثبتوا قدراتهم ومؤهلاتهم بسوق جميل العمل؟ جميل جدا هذا السؤال، شكرا كثير. اول وحدة صور قد ما فيك بالجامعة، واحد، واثنين انشر قد ما فيك، ثلاثة المعلومة الأكاديمية انشرها بطريقة علمية لتقدم حالك لسوق العمل، لسوق العمل كحدا ليدر، كحدا فاهم القصة. تمام، كتير مهم بسوق العمل طالبين ناس فهمانين. أربعة اشتغل شو ما كان سواء باختصاصك أو مو باختصاصك لحتى تقدر تفهم السوق، تعرف الأخذ والعطاء والتواصل. خمسة وكتير مهم بروفايلك اللي عم تساوي، كل شيء عم تساوي بالجامعة صمده واشتغله، ما تشتغله للجامعة، اشتغله لإلك، اشتغله وخزنه لحتى تبني بروفايل، تبني سي في، ما يكون بالسي في فقط انا بالجامعه انا تخرجت سطر واحد انا معي شهاده جامعيه وكل سنه بسنته وفرحان بحالك، لا انت فيك تحط 7-8 اسطر. كثير مهم موضوع التطوع اللي ذكرتيه حضرتك، موضوع التطوع خطير جدا. كثير مهم بالجامعه تفتح شبكه علاقات كبيره. صحيح. هي شبكه العلاقات بتامن لك تسويق ذات وبتامن لك فرص وبتامن لك خبره وبتامن لك كل شيء. وحقيقة ما أفضل مجتمع بأي اختصاص موجود بالجامعات وليس بسوق العمل. أكبر تجمع لأي اختصاص بالدنيا قد ما كان حضرتك عم تشتغلي مذيعة، قديش كادر العمل هون؟ كادر العمل قد ما كبر بأي قناة هو أصغر من أصغر دفعة جامعة، وكلنا هدينك مهتمين. فبالجامعة عم يحكوا عن الدورات، عم يحكوا عن الخبرات، عم يحكوا عن فرص عمل، عم يحكوا عن الشركات المهتمة بهي المهارة. مهما كان اختصاصك دفعتك هي خليني أقول مركز انطلاقك، مركز انطلاقك لتسوق ذاتك، مركز انطلاقك لتبني خبرتك، لتبني سيفيتك الأولى. فمشاريعك بالجامعة ما تشتغلها بس لتقدمها للجامعة وبس وتاخد علامة، لا، قدمها ووثقها وصورها واشتغل عليها وانهيها حتى لو خلصت. يعني في كتير طلاب بينهي مشروعه، أنا ساويت روبوت والروبوت كان بده شوية رتوش، وقت اللجنة عك الروبوت خلص أنا كرهته وكبيته، لا، جيبه وكمله وانهيه وصوره صح وسوقه صح. ما تنهي، النهاية ليست الشهادة يا جماعة، النهاية ليست انك تاخذ علامة، النهاية انك تنزل على سوق العمل وتفرض حالك وتحط خبرتك بهذا الموضوع. أكيد. هيك ان شاء الله بتكون عم تسوق ذاتك وتكتسب اكاديمية وتكتسب خبرة عملية. اكيد ان شاء الله، يعني معلومات كتير مهمة، ونتمنى اكيد كل الصبايا والشباب يلي تابعونا يبلشوا يشتغلوا على حالهم اكثر ويسوقوا حالهم بشكل كتير صحيح لحتى يصير عندهم خبرة ويحصلوا على الوظيفة يلي بيتمنوها. استاذ سليم نورت وجودك. تحياتي، شكرا كثير. اهلا وسهلا استاذ سليم، وشكرا لك اكيد.